النشرة والأخبار، أهلا بك. في بيان للمجلس الدستوري حول كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021، وبناء على الدستور لا سيما المادتين 191 و224 منه، فإن المجلس الدستوري يذكر المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأنه طبقا لأحكام المادة 209 الفقرتان الثالثة والرابعة من الأمر رقم 01/21 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يحق لهم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب وفق الشروط التالية. أولاً، الشروط الشكلية: يجب أن يكون الطاعن مترشحاً أو قائمة مترشحين أو حزباً سياسياً مشاركاً في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية، وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً أن يكون مودع الطعن حاملاً لتفويض يؤهله لهذا الغرض، أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانوناً مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أن تتضمن عريضة الطاعن اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة، وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه. ثانيا، الشروط الموضوعية: يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج ويرتكز عليها ويبينها في العريضة. يجب على الطاعن أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. والمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري على شبكة الانترنت www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عبر الهاتف على الأرقام التالية 021-79-00-88 أو 021-79-00-41 أو عنوان مقر المجلس الدستوري نهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة. استقبل اليوم الوزير الأول سيد عبد العزيز جراد نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي اللذان شرع اليوم في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين. وقد حضر مراسيم الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود. أشرفت مساء أمس وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة على حفل تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في طبعتها 15 بأوبرا الجزائر بعلام بالسايح، وهذا بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الوطنية والفنية. نلتقي اليوم مجدداً لنواكب إبداعات الشباب ونرافقها، ليس فضلاً بل واجباً نحو جيل الإبداع القادم، فلعل من بين هؤلاء المتوجين من يرفع الأدب والفن الجزائريين مقاماً أعلى نحو العالمية. ولا عجب أن تكون جائزة علي معاشي طريق المبدعين الجزائريين، فمنها مر الكتاب إلى البوكر أكثر من مرة وحصلها الروائي عبد الوهاب عساوي، ومنها مر الروائي أحمد طيباوي كذلك ليفتك جائزة نجيب محفوظ، ومنها عبرت الروائية هاجر قويدري إلى جائزة الطيب صالح،
وغيرهم الكثير من المتوجين بجوائز دولية وعربية في مختلف الفنون والأدب. جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي قيمة فنية وإضافة للمسار الإبداعي لكل الفنانين المتوجين في جميع الفئات المشاركة، وهو ما أكده الفائزان بالمرتبة الأولى في الكتابة المسرحية والثانية في الفنون التشكيلية في برنامج هذا الصباح. تتويج أكيد هو إضافة في المسيرة التاعي اللي هي ماهيش كبيرة بزاف، مي إضافة وخطوة جيدة. أنا كان عندي تحصلت على جوائز من قبل في الكتابة المسرحية. إذا العمل الفائز هو في فئة الأطفال، هو نص موجه للأطفال، هو نص يحكي على عالم، هو أصلا عنوانه العالم الجميل، والعالم جميل لازمنا نمد نظر الأطفال تاع شجاعة، نعطوهم قصة جميلة، نعطوهم أمل في الحياة، نعطوهم حوافز للعمل. علي معاشي شو عندها وزن ثقيل في العمل ذاته في 2020، كنا في فترة وباء صحة، هو سميته ذكرى عائلية. كنا في فترة الوباء و كنا في الدار وخدمت، فركزت على المجتمع وعلى الذات تاعي، خدمت وقلت جاتني هكا فلاس وقلت نشارك في علي معاشي. قلت شو هذاك الفراغ اللي جاب هنا الوباء خلانا نسيو نقدموا اكثر. إلى ملف الانتخابات التشريعية للثاني عشر من جوان، تنطلق ابتداء من اليوم عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية لتمكين الناخبين من البدو الرحل من أداء حقهم الانتخابي قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع في إطار تشريعيات الثاني عشر جوان الجاري، وذلك بحضور بعض المراقبين من ممثلي التشكيلات السياسية وتأطير بشري ومادي كفيل بإنجاح هذا الاستحقاق، مع الحرص على الامتثال الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد ضد تفشي فيروس كورونا المستجد. هذا وقد انطلقت أمس بعين جزام قوافل المكاتب المتنقلة للانتخابات التشريعية للبدو الرحل وسكان المناطق النائية إلى العديد من المناطق وسط تسخير لكافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية. فتيحة بعراب. بعد ضبط آخر التحضيرات المادية والبشرية المؤطرة من طرف الممثلي المندوبية البلدية لتنزا وطين وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، أعطيت إشارة انطلاق مكاتب التصويت المتنقلة المتجهة نحو مناطق البدو الرحل. عندنا عدد الناخبين 1837 ناخب في فندق نتاع واد غنيا اللي فيها هنايا، نديروا غليان تيرك مسماسة ينزال تسامق حتى نتسامق، انت فركيت نجول تا وندارت. التحضيرات كما عارفين انطلقت من الامس، سارت في ظروف جيده والحمد لله. ان شاء الله الهيئه الناخبه عندنا 1176 منتخب في الصندوق هذا اللي متنقل الواد ايشيد ان شاء الله. مكتبان متنقلان يضمنان للبدو الرحل أداء واجبهم الانتخابي. مكتب إغليان الذي يغطي 17 منطقة على مسافة 730 كيلومتر، ومكتب إشر الذي يغطي 15 منطقة على مسافة 610 كيلومترات. بلية تنظوات ستكون انطلاقة إلى المناطق النائية حيث يتواجد فيها البدو الرحل، وتكون إن شاء الله 4 أيام في الصحراء إن شاء الله في البدو، ثم الرجوع في نهار 12 جوان 2021 إن شاء الله. قافلة لعشرات السيارات الرباعية الدفع مزودة بكل المستلزمات اللوجستية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بالمكاتب المتنقلة المخصصة للبدو الرحل. إلى ولاية عين دفلة، حيث نظمت قافلة تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات تجوب كل بلدية الولاية قبل موعد 12 جوان المقبل. منال عبديش. أمين ومحمد شابان في مقتبل العمر، الانتخابات التشريعية لم تكن تعني لهما شيئا، لكن بفضل القافلة التحسيسية التي أطلقتها فعاليات المجتمع المدني لولاية عين الدفلة غيرا رأيهما. كنا بين وبين رايحين نفوتوا، لا لا لا
دار راينا وان شاء الله نفوتوا. حنا في الاول كنا فاقدين الثقه في هذا الانتخابات، ومع ما شفنا الناس تغيرت وجاو شباب واحد اخرين ترشحوا، رانا معولين نفوتوا بان نحسنوا الجزائر من الاحسن، هذه من الاسوأ الى الاحسن. القافلة التحسيسية هذه ستجوب كل بلديات الولاية، فهدفها الرئيس توعية الجميع بأهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية. لا لا الحمد لله، احنا واعيين، والانسان كما يقول لك في الذكر فان الذكر تنفع المؤمن. بينا نفوتوا وننتخبوا ونحوسوا جديد، نحوسوا احنا دائما نتمناوا خير البلاد. حمله التوعيه وتحسيس لحث المواطنين على الذهاب بقوه الى صناديق الاقتراع في هذا اليوم. انجاح الانتخابات التشريعيه للثاني عشر جوان مسؤوليه الجميع دون استثناء. وبولاية بشار نظمت فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية لقاء تحسيسيا لفائدة المواطنين من أجل أداء الواجب الانتخابي والتوجه بقوة لصناديق الاقتراع. عبد النور هامل. بخطى ثابتة وقناعة راسخة أن الجزائر الجديدة تبنى بتضافر كل الخيرين وفي مقدماتهم الشباب، يلتحق عبد الهادي سهلاوي بدار الثقافة لولاية بشار لتسجيل حضوره في واحدة من الفعاليات التحسيسية بأهمية المشاركة في الانتخابات. لبينا نداء الوطن، جينا نشاركوا في الحملة التحسيسية للانتخابات التشريعية اليوم 12 جوان. الرسالة اللي نوجهها للشعب والمواطن الجزائري هو لازم الاقتراع. الآن كملنا من الحراك الاول، دركا حراك مؤسساتي، لازم حنا نفرضوا رواحنا ونروحوا نحطوا ننتخبوا، حنا نديروا الغرفتين، حنا اللي نصبوا الغرفتين. الحمد لله شباب راه مترشحين ما شاء الله، كفاءات اطارات ما شاء الله، عندنا ثقه كبيره في الشباب نتاعنا اللي يمثلونا. تشريعيات الثاني عشر من جوان لبنه اساسيه ومحطه هامه في تقويه اسس الوطن والرقي به، مما يستدعي الوعي التام والمشاركة بقوة، هي محاور اتفق بشأنها الحضور. هذه المبادرة انطلقت من رحم فعالية المجتمع المدني الذي سيكون بقوة يوم 12 جوان، لأنه ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة، وأهم حاجة هي المؤسسة التشريعية التي ستحمي حقوق المواطن. وبذلك نبرهن على وطنيتنا وعلى حبنا لوطننا. فأظن أن 12 جوان 2021 سوف يكون عرسا، وصانعه سوف يكون شباب بنسبة عالية إن شاء الله، ومبروك للجزائر مسبقا. أجمع الحضور على أن الانتخابات القادمة حق وواجب لصون الوطن والحفاظ على وحدته من خلال الإسهام الصحيح في بناء مؤسساته القوية وبمشاركة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا. هذا الإقبال جاء بعد الحملات التحسيسية العديدة التي باشرتها مختلف مديريات ولاية تسمسيلت. نسمعوا بالفاكسان اللي جات حتى لعندنا لهنا، راه في متناول الجميع، واحد يديرها باش هما نحققوا مناعة جماعية في الجزائر. قال لك كاينة حملة تاع التلقيح وكاع، يا زينا نديروا التلقيح هذا. باسكو المرض كثار. سي نورمال. مضره بزاف وراها اوبليغاتوار دروك بعد دير تحمي نفسك تحمي العائله تاعك. ان شاء الله تكون كاع في جميع الاحياء الشعبيه، مالي كاين هنايا عندنا الناس كبار ما يقدروش يروحوا ما يقدروش يديبلاصوا، حاجه كبيره صافي بليزير. هذه العمليه شاركت فيها مختلف المؤسسات الاستشفائيه للولايه، كما جندت لها جميع الامكانيات الماديه والبشريه. كان إقبال محتشم في البداية، ولكن بالعملية التحسيسية على الأطباء الأخصائيين والأطباء وكل عمال الصحة اللي راهم اليوم، ونشكرهم بالمناسبة اللي راهم جندين اليوم في هذه العملية، بدأت العملية تنطلق، وإن شاء الله يكون عندنا عدد معتبر من الناس اللي تلقحوا في كوفيد 19. حملات التحسيس والتلقيح ضد فيروس كورونا تعتبر دفع آخر لتدعيم الصحة الجوارية بالولاية. ونبقى في الشأن الصحي وفي الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل للشفاء 238 مريضا حسب بيان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
في الأخبار الدولية وفي الشأن الفلسطيني، أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مدينة طوباس في الضفة الغربية، وذلك عقب المواجهات التي اندلعت في المدينة، حيث أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه شبان، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بالرصاص الحي ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. في سوريا، تصدت الدفاعات الجوية السورية ليلة أمس لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والجنوبية للبلاد، وقد سمع دوي الانفجارات في محيط مطار دمشق الدولي وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة الضمير وفي القسم الجنوبي الغربي من محافظة حمص وسط سوريا، كما سمعت أصوات الانفجارات في كل من محافظتي حماة واللاذقية نتيجة تصدي المضادات الأرضية السورية لها. وفي مستجدات فيروس كورونا عبر العالم، بدأت الحكومة الهندية التي تعتبر ثاني دولة تضررا في العالم من الوباء بما يقارب 29 مليون إصابة، حيث بدأت العاصمة نيودلهي في تسريع تلقيح المواطنين داخل سياراتهم والحد من انتشار الوباء بعد أن أصبحت المراكز والمستشفيات غير قادرة على استيعاب عدد أكبر من المواطنين والمصابين. في الرياضة، ولحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة المحترفة لكرة القدم، تواجه اليوم شبيبة القبائل وداد تلمسان بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، هذا فيما تأهل نجم مجرى للمباراة النهائية بعد فوزه أمس على فريق اتحاد الجزائر بنتيجة 2-1. إذن تأهل نجم مجرى للمباراة النهائية لكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم بعد فوزه أمس على اتحاد الجزائر بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي في دور نصف النهائي للمنافسة جمع بينهما بملعب الأخوة بوشليغ بمجرى. تختص تيميمون في صناعة الحلي الفضية التقليدية التي تحمل رموزا وأشكالا مميزة تعبر عن أصالة وتراث المنطقة والتي تلقى إقبالا كبيرا لدى السياح، وهذا بوسائل جد بسيطة بغية الحفاظ على حرفة الأجداد. ليلى محمد محتوت. صوت المطرقة والسندان يسمع من بعيد، أدوات بسيطة تستعمل كلها في صناعة تقليدية مختلفة أصبح لها صدى داخل وخارج الوطن. هم الخواتم كما هذا تو النساء وتو عذيشان، والصح نخدموهم لا كما هكا تشوفي الحالة صعيبة علينا شوي. كانوا يخدموا بكري، كانوا يخدموا بالجيبات هذو كل النفاخات والله واش يقولوا، ودركا ولا الحالة كشغل تطورت شوية. بدينا نخدم نلقى شاليمو ونخدم بيها شوية، نخدم أخواتم، نخدم براسيليات، كل شيء نبريكولي فيها. مورود ثقافي مهدد بالزوال في ظل ظروف طبيعية قاسية. حالة راهي صعيبة شوية، كما حالتنا هنايا هذه هي، يعني في الصيف ولا في الشتاء يعني كاين بنصابل، وفي البرد كاين الشتاء والبرد. خصنا مكان العمل وخصنا الامكانيات، وكاين حوايج يذوبوا الفضه ثاني يجيك سهل خير من الشاليمو هذه والقرعه هذه. هي دي ارض القراط والفلس، الواحه الحمراء التي لا تزال تخفي الكثير من الاسرار. في ختام النشر اشكر لكم كرم المتابعه مشاهدينا، الى اللقاء.